هكذا يبدو الليل في مدينة الخديدة، موحشا ووقتا مناسبا للقتال لدى الميليشيات التي ترى في الظلام، موعدا مناسبا لمحاولة التقدم سوى ما حرره أبطال قوات المقاومة اليمنية الذين لا يملكون بدا من الرد على مصادر النيران. وفي هذه المشاهد توثيق حي لخروقات الحوثي الذي يحاول رفع الفاتورة الإنسانية على تكون منقذا له. هنا تظهر الصور خنادق أعد لها الحوثي منذ شهور، وهنا أيضا متارس كانت تراها الميليشيات حامية لعناصرها، بينما واقع الحدث يقول أن رجال المقاومة تجاوزوا كل هذه العقبات. هذا هو صاروخ بدر 3 تمترس به الحوثي بين أحياء المدينة السكنية، صاروخ يملك من الدمار ما هو كافيا بتدمير رقعة واسعة تخبئه الميليشيات بين أظهر المواطنين دون ما التفات لشرف القتال. هذا صاروخ بدر 3 وكانت تستعمله الميليشيات الانقلابية في هذا المكان، وفضل الله عند استولاء الموقع بالمقاومة الوطنية، والآن الحمد لله بفضل الرجال وقوتهم وعزيمتهم إن شاء الله. تواصل الميليشيات الحوثي خروقاتها للهدنة الإنسانية بمحاولات تسلل وقصف متواصل على الأحياء السكنية والمنشآت المحررة داخل مدينة الحديدة، في ظل ضبابية المواقف الدولية وربطها كلها بمسألة حضور مشاورة سويسرا.